ما بين مقاتل هنا وآخر هناك مسافة رصاصة أو قذيفة فقط. يبدو الهدف أقرب لمقاوم يعرف جيدا ملامح هذه الأرض التي يقاتل دفاعا عنها. جبهة كهبوب في محافظة لحج والقريبة من تعز تشهد مواجهات عنيفة بين المقاومة والجيش الوطني مع ميليشيا الحوثي والمخلوع، وقصف مدفعي متبادل بين الطرفين، بالإضافة إلى غارات مكثفة لطيران التحالف العربي. هذه المواجهات دفعت الجيش الوطني لإرسال تعزيزات من كتيبتي اللواء الثالث حزم ولواء زايد أول لتعزيز الجبهة هناك، حيث يجري إعدادها للتقدم إلى الخطوط الأمامية لجبال كهبوب. قوات الجيش الوطني والمقاومة انتشرت أيضا في مواقع جديدة بوادي موبا شرقي كهبوب لغرض تضييق الخناق ورصد تسللات ميليشيا الحوثي والمخلوع إلى أماكن وطرق يسلكها الجيش والمقاومة. تنتشر قوات الميليشيات الإنقلابية على المناطق في المرتفعات في جبال كهبوب، وهذه المظلات على هنا والواضحة جبل قلع، وهذه الجبال المظلة هنا، وهي الآن تتمركز على هذه الجبال للرغية والسيطرة والتقدم على منطقة السكية. يعرف الحوثيون جيدا أهمية جبهة كهبوب ذات المناطق الواسعة والجبال الاستراتيجية، لذا يواصلون محاولاتهم السيطرة عليها. في المقابل تستمت قوات الجيش الوطني والمقاومة في إبقاء أرضهم خالية من تواجد الميليشيا لتبقى الجبهة مشتعلة، بينما تمتد المواجهات لتشمل أيضا تلك المناطق الحدودية بين لحج وتعز.